بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرفيق العزيز محمد عبد العزيز السنوي، سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني فرع تعز. الأخ الرفيق عبد الحكيم شرف، سكرتير ثاني الحزب الاشتراكي. الأخ الرفيق العزيز عبد السلام بزاز، الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية، وزير المياه السابق. الأخ العزيز الشيخ عارف قامر، رئيس فرع المؤتمر وكيل المحافظة. الأخ العزيز عبد الحكيم عون وكيل المحافظة. الإخوة القيادات العسكرية، الإخوة رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الحاضرون جميعا، الإخوة قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، احضروا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير وفي هذا اليوم البريد. ونحن نعتبر بالذكرى 40 للميلاد واحد من أبرز الأحزاب الموجودة على الساحة اليمنية، وهو الحزب الاشتراكي اليمني. الإخوة الحضور جميعا، تمت دوابع كثيرة وحيثيات متعددة تجعل من الاحتفال بميلاد مكون سياسي نشاطا يمثل امتدادا طبيعيا لمسيرة المقاومة والكفاح الوطني من أجل الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، وهي الخطوط التي نناضل اليوم لأجل استعادتها بعد 4 سنوات من الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي القادمة من كهوف الظلام ومجاهر التاريخ وفقر الثقافة والقيم، وهو الانقلاب الذي استهدف بالأساس هذا التنوع السياسي والتنافس القادم على البرامج المدنية لصالح تكريس لون واحد هو لون الظلام والبغي والإلغاء والقوة المستندة إلى الغلبة القهرية، وهو اللون المعروف لهذه الميليشيات الحوثية. الحضور جميعا، لقد عاش اليمن خلال عقود من العمل السياسي الكثير من الأحداث والتطورات التي شكلت علامات مظلمة وأخرى مضيئة في التاريخ السياسي اليمني، ولقد ارتبطت تلك العلامات والجوانب المضيئة بوجود التعددية السياسية وأداء المكونات والأحزاب ومواقفها تجاه القضايا والملفات المختلفة، وهي المواقف التي حالت غالبا دون ضياع الوطن أو تمزقه أو سقوطه في مخالف القوى المعادية أو الاستئثار به من قبل طرف واحد. الحضور جميعا، إن توجه المكونات اليمنية نحو التفكير في خيارات مبدية لفرض مبادئ الحرية والديمقراطية والشراكة وتداول السلطة وبحثها في المتاحات الوطنية وصولا لتشكيل التكتلات والانضواء داخل تحالفات سياسية برؤى وأفكار وطنية، إن هذا الاتجاه يمثل ذروة الديمقراطية والإيمان بالفعل السياسي، وهو ما عكس الأهمية الوطنية والتاريخية لوجود الأحزاب، فهي تشكل القواعد المتينة للوحدة والسلام والتنافس الحضاري. إننا ونحن نخوض معركة الوطن ضد الانقلاب الحوثي لنؤكد على الدور العظيم للأحزاب والمكونات اليمنية وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي والتنظيم الوحدوي الناصري واتحاد القوى الشعبية وأحزاب العدالة والبناء والرشاد وسائر المكونات السياسية في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب. فقد بادرت الأحزاب منذ الوهلة الأولى والشرارة الأولى لمواجهة هذا الانقلاب، ودفعت بأعضائها من مختلف المستويات للانخراط في المقاومة الشعبية، وخاصة في عاصمة الثورات وعاصمة المقاومة محافظة تعز، وقدمت التضحيات البطولية في هذه المعركة، وهي تضحيات ستظل خالدة في الميدان الوطني ولن يخطئ التاريخ صانعيه ورجاله. كما نثمن موقف الأحزاب وجهودها في مساندة السلطة المحلية
وإعادتها لاستكمال تنفيذ برنامج تطبيع الحياة واستعادة روح الحياة والدولة. تهانينا مجدداً بالسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الدكتور أمين محمود للإخوة في قيادة منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة تعز ولكافة أعضائه ولجماهير الاشتراكي ذكرى ميلاد حزبهم العريق، ونتمنى لهم دوماً التوفيق والسداد والإسهام في خدمة تعز والوطن. وكل عام وتعز والوطن في أمان وحرية وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.